السلام عليكم. فضل صورة الأعراف، تريد تحمي عائلتك وتحمي نفسك مدة شهر كامل، أول يوم من الشهر الميلادي مثلا، شلون هسه راح تجي 11، هاي الصورة المباركة قلم مال زعفران وورقة سادة مال استنساخ تكتبها كاملة، بعدها تنقعها بمي تشرب من شربها لعائلتك شوية شوية، والباقي ترشه بالبيت. خلال هاي 30 يوم أي أذية أي مرض أي شيء مو زين ما تشوفونه بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. Likey.